إذا مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوف تيفي، أهلا وسهلا مرحبا بكم في هذا البث المباشر الجديد من مدينة سطات عاصمة الشوية، يعني أجواء ليلية. يعني هذا البث المباشر الله يحفظك الله يكبر بك خويا، الله يحفظك الله يطولنا في عمرك. شكرا شكرا. كما كتشوفوا معنا مشاهدي الكرام مشاهدي قناة شوف تيفي، كيف ما كتشوفوا معنا الناس كاين حاليا كاين السوق الاسبوعي السوق هذا هو يعني الشارع الكبير الشارع الحسن التالي. عاصمة الشوية كتشوفوا معنا أجواء بعد منتصف الليل. ندير بكم أيضا مشاركة مشاركة قناة شوف تيفي، ندير بكم جولة ليلية يعني جولة بوسط المدينة كيف ما كتشوفوا معنا مشاركة مشاركة قناة شوف على هذا البث المباشر من مدينة سطات، قلت يعني من وسط المدينة كما كتشوفوا معنا على هذا البث المباشر. فتقدروا تكتبوا لنا عبر التعليقات، تشاركونا التعليقات ديالكم مشاهدي الكرام مشاهدي قناة شوف تيفي، منين كتابعوا قناة الشعب قناة شوف تيفي، منين كتابعوا هذا البث المباشر يعني ننقل لكم من عاصمة الشوية هذا البث المباشر مشاهدي الكرام مشاهدي قناة شوف تيفي. فتقدروا تكتبوا لنا عبر التعليقات مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوف تيفي ملي كتابعوا قناة الشعب. شكرا اخي مصطفى، مساء الخير مساء الخير ايضا مساء الخير اخي مصطفى، شكرا لك شكرا لك طريق سلام، شكرا لك شكرا لك اخي شكرا لك. كما كتشوفوا معنا على هذا البث المباشر من مدينة سطات من وسط المدينة شكرا لك على التعليق من مدينة مراكش، اهلا وسهلا بناس البهجة ثقافة مراكش جولة طيبين الله يعمرها دار. فتحياتي لك من عاصمة الشوية مدينة سطات. فكما كتشوفوا معنا على هذا البث المباشر من مدينة سطات شكرا لكم مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوف تيفي على التعليقات ديالكم كما كربي من سلا تحياتي. شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك تحياتي من سلا، شكرا لك بزاف على التعليق ديالك اخي الكريم، شكرا لك تحياتي لك من مدينة سطات. شكرا اخي جمال من قرية كف النسور، واش كهف النسور او كهف النسور يعني بغينا غير نتحققوا من الاسم يعني. شكرا لك على التعليق ديالك. فكما كتشوفوا معنا مشاهدين كرام مشاهدي قناه شوف تيفي على هذا البث المباشر من مدينه سطات.
يعني دائما نشكركم مشاهدين كرام مشاهدي قناة شوف تيفي على التتبع ديالكم وعلى الوفاء ديالكم لقناة الشعب قناة شوف تيفي. فمباشرة من مدينة السطات يعني بعد منتصف الليل اللي كتشوفوا معنا مازال يعني الناس كيمشيو يعني بطبيعة الحال اليوم ليلة الجمعة يعني بطبيعة الحال اليوم السبت يعني ملي كتدخل الثانية عشر بعد الليل عفوا بعد منتصف الليل فيعني هنا كاين سوق السبت ف يعني الناس كيجيو كيكونوا فيه المواشي كيكونوا فيه الابقار يعني الابقار الاغنام يعني كل شيء كل ما يتعلق بالمواشي ف كيكون هنا في مدينه السطات يوم السبت. يعني الناس كيجيو الان يعني كيجيو الناس اللي كيبيعوا ويشريوا الله يسهل عليهم الله يعاونهم يعني الناس اللي كيضربوا يعني بطبيعه الحال تماره في هذاك الماشيه كبرها يعني وهذه رساله اليوم يعني انه كيتمحن ماشي ما كيتمحنش على هذيك الماشيه ولكن خاص يكون واحد الثمن اللي مناسب يعني مع اقتراب عيد الاضحى فنتمنوا انه يكون اثمنه مناسبه يعني المواطن الدرويش المواطن الضعيف لانه ما غاديش يقدر انه يشري واحد الماشيه او واحد اضحيه العيد واحد الثمن اللي كيتعدى يعني واحد 5000 درهم او 3000 درهم فهو الثمن كما كنعتبروه يعني باهظ. فنتمنوا هذه رساله بطبيعه الحال حتى الناس يعني الناس اللي كيشريو كيبيعوا ويشريو بطبيعه الحال ماشي يعني الكساب يعني كما كيقولوا لي في السوق باللغه يعني لغه السوق فيعني كتسمى بالشناقه. فيعني نتمنوا انهم حتى هما ما يزيدوش على الناس بزاف ما يكونش واحد الزياده في المواشي في هذا العام هذا يعني اللي كنعرفوا يعني كنشوفوا بعض الاسواق حاليا فكتسمع اثمنه باهظه اثمنه اللي هي كثيره بزاف مشاهدي الكرام. فكما كتشوفوا معنا على هذا البث المباشر من مدينه المدينة كما كتشوفوا معنا أجواء ليلية رائعة هنا في مدينة السطات. يعني مدينة السطات كتولي في جو جميل ورائع في يعني في بالليل كتولي بواحد كيولي فيها واحد الجو اللي هو زوين بزاف. هي راه يعني معظم الشوارع راه كلهم حفر يعني تطرقنا لهذه المواضيع عدة مرات ونتمناو من الجهات المعنية بالأمر الجهات المسؤولة بطبيعة الحال أنهم يشوفوا هذه الجهة يعني جهة البنية التحتية يعني نتمناو من يعني الجهات المعنية بالأمر مشاهدين كرام مشاهدي قناة شوف تيفي. شكرا لك خويا نور الدين شكرا لك على التعليق شكرا شكرا شكرا. شكرا لك شكرا لك اخي سعيد شكرا لك على التعليق ديالك. مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوف تيفي نشكركم على حسن متابعتكم وإلى بث مباشر آخر إن شاء الله.